الله الأب ونعمة الإبن الوحيد ربنا والإله مخلصنا صلى المسيح شركة وهو تعطية الروح القدس تقوم مع جميعكم سلام الرب يكون معكم. Thank you.
الطاوة كل ما يأتي بسمن نقي لا يأتي بسمن أكثر وأنتم قبل أن قيام من أجل الكلام الذي لم تكن به أثبتوا فيها ونذق فيكم يا رب الذين تطلعتم إلى القدسين وسط مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعهم منا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقينا اثق فيا الله وروح مستقيما جددوا في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزعه منا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما وحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة والقدرة كل شيء لأنك أنت واضي أن نفوس نعمة ندي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا يا وليدتي لا أنت القرم الحق الحمل عن قوتها نسألك وتعمل بنا ورسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي لهنا مبارك ربي يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا أيها الملك السماوي المعدي روح الحق الحاضر في كل مكان ملك لجن صلاحات موت الحياة وما تفضل الحل فينا وتهدنا مجهودنا سيد الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام لما أيضا كن معنا منح السلام وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا وليتي لا أنت يا رب السماء افتح لنا باب الرحمة ونسألك يا رب اسمعنا وارحمنا فلنا خطايانا كثيرة منك يا ليسون 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 كريالايسون إنه ليس لنا ما يفشى ذات عودقاتنا سواك حل واغفر أصفح لها الله سيد صرنا بردات صرنا وبكر ردات خفية وصهر يا رب اغفر لنا من اسمك القدس الاستغفر لك رحمتك يا رب ولك قطعنا ربنا الذي في السماوات شوي سنين أنت بعد صوت الساعة سادسة من هزمة وسمير أبينا داود النبي ملك بركة يطول المعنى أمين زون
تبر الورع لأنهم يرسون الأرض، تبر الجياع ولا تشرب إبر لأنهم يشبعون، تبر الرحماء لأنهم يرحمون، تبر الأنقياء القدر لأنهم ينعنون الله، تبر لصناع السلام لأنهم يدعون ابناء الله، تبر المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، تبر لكم من ستراضكم وعيركم وخلفكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم كذا كثر الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض وانفسهم ملح ماذا منح، لا يصلح بعد إلى شيء إلا أن يترك خارجا وسدوسه الناس، أنتم نور العالم يمكن أن تخفي مدينة كائنة على الجبل، ويقودون سراجا ويدعون تحت المكيال، ويدعون على المنارة فيدل كل من في البيت حكته فيدين لكم قدام الناس، كي يروا عملكم الصالح فيوجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدين أمين تنعشت مغبر إسوس ميتنا أسوس ما صاب جيهك يا سنانا يا رب يوم في يوم إساس في ساعة إساس ومغطى صليب لأجل الخطية التي تجر علي أبونا أنا في فردوس مزق سقى خطيانا المسيح لنا نجنا أنا صرخت يا الله ورب سمعنا الله ما أكسب صلاتي وأترف تربتي التفت لي أسمعنا أشياء بك وقت الظهر كلامي أقوله فأسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا سمرت عصيبك تسعى أساسا قد ترخطي بالخشب أحياة الميت بموت كذا والإنسان الذي خلقت بهذه كذا لما تبال خطية أقتل أوجعنا ما لما كشفها المحيا ومسميلة سمرت بها انقذ وقول أنا من تعشت عمل هولي وشوات عامية تذكر أحكامك السمائية كرافتها إذ ليس أداء لا لحق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى لزودة منك يا ولاية إلى العذراء لأن كثيرة يشفتك مغمونة مخلص نية المطهرة لا ترفض الخطى من شفتك عند الرزولة التين لأنه رحيم وقادر خلصنا لنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سيئا قد تمسكننا جدا عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وفلنا خطيانا من أجل اسمك القدوس قدوس الله قدوس الحي قدوس الحي قدوس الله قدوس قدوس الحي الذي لم يكن صلب عنا الامر قدوس الله قدوس الحي الذي لم يكن قام له مرت سعاد سماوات الحمراء المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اول نضاره وكل امين اي الثلث قد سحب اي الثلث قد سحب اي الثلث قد سحب يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا فقد مرت شعبك فيه من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا ربنا في صميا من هو بلا خطايا رب ارحمنا الذي بلا خطايا رب عنا واقبلت البطن اليك لك المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب ارحمنا رب ارحمنا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك السلام لك نسألك في المغفرة مجد العظيم اقصاص يسمون قدوس 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 واسمين جيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. ولما رجع الرسل حدثوا بما فعل فاخذهم معهم ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت السيدة في العمارة من الجموع تابعوا فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتوبين الى الشفاء شفاء وكان النهار قد بدأ يميل تقدم الليل 12 وقال له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلوا فاننا هنا في موضع قفر فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا فقال له ليس عندنا اكثر من 5 خبزات وسمكتين لاننا نحن نمضي ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجل فقال التلاميذ ليتكوا في كل موضع 50 50 ففعل هكذا وتكوهم أجمعين فأخذ 5 خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وبركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليعطوا ليضع أمام الجمعة فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 كفا من بقى والمجد لله دائما أبدا آمين ليكون قول الله بسلام نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصنا ارحمنا يا ربنا يسوع المسيح يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجل نحن خطاء أمد حواسنا الجسمانية يا المسيح لهنا ونجينا
فليدنو توسلي خدامك يا رب خولك فهم لي تدخل تلبطي لحرية كلمتك أحييني شابترين كأيوك أجيب نعماتي يا من استمر روح في يدي لاب عندما على قطع الصليب وقت الساعة 9 وديت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا تردلني يا نضال بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكة لنعمة أسرارك المحية لكي ما إذا ذقت من إحسانات القدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء المسيح إلهنا ونجينا كانين كعين كاستوسيون استونيون آمين يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا صالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله الذين قبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر يا صالح اقبل موالدتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص الشعب المتواضع لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسة كانين كعين كاستوسيون استونيون آمين لما أبصر لإسرائيل الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك سابتريك أيوك أجيب نغماتي من قبل إلي أطراف النساء على الصليب قبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كانين كعيب كيستوسيون استونيون آمين عندما نظرت الوالدة الحمل والرائم خلص العالم على الصليب مالك قالت وهي بك يا أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص وأما حشيفة التاب عند نظري لصلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا رب من بإله واحد الله الآب رب كل خلق السماء والأرض ما يروا ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد ولوما قبل كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق موجود غير مخلوق واحد مع الآب في الكون الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحو بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عدو بلاط سلمونتي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نوم روح قدس رب المعبد بس خلاف نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بعمودية واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين كرياليسون كرياليسون يا رب ورحام كرياليسون كرياليسون رحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون اسمع نا ورحمنا كريا ليسون يا رب ورحم كريا ليسون رحمنا يا الله كريا إيسون كريالي إيسون اسمعنا ورحمنا كريالي إيسون كريالي إيسون يا رب ورحم كريالي إيسون كريالي إيسون رحمنا يا الله كريالايسون 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 قدوس 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 قد
مجدا وإكراما إكراما ومجدا لثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم إلى أجر السماء. الليلو يجف مبئي نورو ميفئو أننا كفولي إبشو يسوو إبصد بنتي أمبئي فئر شعينات نيسي سياني إبروس فورا شو بو إيروك آي الليلو سابترين كأيو كأجيب نماتي كنين كأي كستوسي أوناستوني أونون آمين هللو سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب
صبور حق. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجد مشيدة صواب. هذا اليوم أبي القس وخطي شمس والأكيس وكل الشعب وضعف يكون محمد مسيس وكل سأبن المقدس في مكيس الواحد المقدس كما رأسي ومفرس تنش رسولا فمن نظر إلى إنجيل مقدس رسول الطار وشير بطرق قديس ويسمى من سكوس وقديس أثناس رسولي القديس بطرس خاتف شوية سكان وقديس حد بيفا مكيس كريوس وقديس بسيريس وقديس غروريوس أفال 318 مجتمع منك وعمال 50 من دكوس هنتين ومتين بأفس مهم أبينا البابا ترك المكرم أنبت ودروستين فما حقارتي لأنه ممنوع مجلس مكر قدوس أيها الآب والابن روح القدس الآن وكلنا ده الدور كلها آمين. رسالة مريم معلمنا بولس الرسول إلى
الثانية إلى أرتيموساوس بركاته علينا أمين. وأما أنت فقط فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري والاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونيا ولسترة، وجميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب، ومن جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين، وأما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقظته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والمسيح يسوع الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ وعز، انتهر بكل أناه وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم فيصرفون مسامعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. أما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت انحلالي قد حضر، وقد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع عليك للبر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي لي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطية، وتيتس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس وحضره معك لأنه نفع لي في الخدمة. وأما تخيكس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباء التي تركتها في ترواس عند كاربس احضرها متى جئت مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فقد احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. وفي احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد بل الجميع تركوني ولا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي، لهذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت ونيفوروس وأرستس بيفي في كورنثوس. وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا، بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقرئك السلام أفيبولوس وبوديوس ولينوس وأوكليديا وجميع الأخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. نعمة الله الأب معكم أمين. نعمة الله الأب فلتكن مع جميعنا أمين يا أخوة. الكاثوليكون من رسالة بطرس الأولى بركات على جميعنا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد للألام المسيح وشريك البنك العتيد أن يعلن رعاية الله التي بينكم وتعهدوها لا بالقهر بل بالاختيار كمثل الله، لا يبخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالوا الإثنين المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربدين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متركزين واسخروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعوا.
قاوموا راسخين في الإيمان، علمين أن نفس هذه الألام تجرى على أخواتكم الذين في العالم. والله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد الأبد آمين. بيد سدوان الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشهيرا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. سلام عليكم الصديق المختار في بابل ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض قبلة المحبة. والسلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الشيء التي في العالم. العالم أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة. لما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموعا كثيرة وبتجارب أصابتني بمكائد اليهود، كما وإنني لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا في كل بيت شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة التي لله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصيبني فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة أن وثائق وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحسب نفسي شيئا، نفسي سمينة عندي في شيء، حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد بشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دمكم جميعا، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بنفسه، لأني أعلم أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطف ولا تشفق على الرعية، لكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اصهروا إذا متذكرين إني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أعلم بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجتي وحاجات الذين معي خدمت هاتان اليدين في كل شيء، وريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعطف الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع، لأنه قال مبغوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى
وكان بكاء عظيم مع الجميع وقع على عنق بولس وقبلوه وهم متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها أنهم لم يروا وجهه أيضا ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز في هذه البيعة وكل بيعة بأخوتي أمين. بسم الله الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. اليوم 14 من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وعادوا علينا ونحن مغفوري الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبي وأخوتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الآية العظيمة التي صنعها الله في عهد القديس تأوفيلوس البابا 23، وذلك أنه كان في مدينة الإسكندرية رجل يهودي اسمه فليكسينوس، وكان غنيا جدا وخائفا من الله وعاملا بشريعة موسى، وكان في المدينة فقيران مسيحيان فجدف أحدهما قائلا: لماذا نعبد المسيح ونحن فقراء وهذا اليهودي فليكسينوس غني جدا؟ فأجابه الثاني قائلا: مال الدنيا ليس له عند الله حساب، ولو كان له حساب لما كان أعطاه لعبدي الأوثان والزنا واللصوص والقتلة. فالأنبياء كانوا فقراء مضطهدين، وهكذا الرسل أيضا، والرب يقول: إخوتي الفقراء. فلم يتركه عدو الخير يقبل شيئا من قول رفيقه، فجاء إلى فليكسينوس اليهودي سأله أن يقبله في خدمته، فقال له: لا يحل أن يعاشرني إلا من يدين بديني، فإن كنت تريد صدقة أعطيتك. فأجابه ذلك المسكين قائلا: خذني عندك وأنا أعطنك دينك وأعمل جميع ما تأمرني به. فأخذه إلى مجمعهم، فسأل الرئيس أمام جماعة اليهود قائلا: أحقا تجحد مسيحك وتصير يهوديا مثلنا؟ فقال: نعم. وهكذا جحد المخدوع المسيح الإله أمام جماعة اليهود، وأضاف إلى فقره في المال فقر الإيمان. فأمر الرئيس أن يعمل له صليب من خشب، ودفعوا له قصبة عليها إسفنجة مملوءة خلا ثم حربة، وقال له: ابصق على هذا الصليب وقدم له هذه الخل واطعنه بالحربة، وقل: طعنتك أيها المسيح. ففعل كل ما أمروه به، وعندما طعن بيده الآثمة الصليب المجيد سال منه دم وماء على الأرض، ثم سقط ذلك الجاحد ميتا يابسا كأنه حجر. فاستولى الخوف على الحاضرين، وآمن كثيرون منهم وصاحوا قائلين: واحد هو إله المسيحيين، نحن مؤمنون به. ثم أخذوا من الدم ومسحوا به عيونهم ووجوههم، وأخذ أيضا منه فليكسينوس ورش على ابنه ابنة له ولدت عمياء فأبصرت للوقت، فآمن هو وأهل بيته وكثيرون آخرون من اليهود. وبعد ذلك أعلموا البابا توفيلوس بذلك، فأخذ معه الأب كيرولوس وجماعة من الكهنة والشعب، وأتى إلى مجمع اليهود وأبصر الصليب والدم والماء، فأخذ منه وتبارك وبارك الشعب أيضا. ثم نزع الدم من الأرض وضعه في إناء للبركة، وأمر بحمل الصليب إلى الكنيسة. وبعد أن أخذ إقرار الحاضرين بالإيمان عمدهم باسم الآب والابن والروح القدس وباركهم، ثم مضوا إلى منازلهم شاكرين السيد المسيح وممجدين اسمه القدوس لربنا المجد دائما أبديا أمين. Oh.
أيها السيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتوى يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين يا رب Remember also our master, all those had been asked, remember the many supplications and the prayers which you offer unto you, Lord, our God, those who have already freshly prepared them, those who are sick, heal them, for you are the life of our soul, the salvation of our soul, the hope of our soul, the healing of our soul, and the resurrection of our soul. Sentinium, Kiriev, Luison, Ectocata, Yuaninagio, Evangelio, Tuananus, Marsi, لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين فين شو يسوع فين نوتي وفين سوتين وفين روتين يسوع بخريستوس بشيري مفنوتي طاخ في أول نفشيني في أوفا فين نوتي في Oksasi kereya Minna zamir tarati labina Dawud al-Nabi wal-Malik barakatuhu ala jami'in amin أمسكت بيد اليمين وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني وأنا فخير لي الالتصاق بالله وأنا أجعل على الرب اتكالي لأخبر بجميع تسبيحك في أبواب ابنة صهيون خلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الآباء الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حضيرة الخراب بل يطلع من موضع آخر فذاق سارق ولصون وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها
فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله له يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له، فإذ رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كما إن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. والمجد لله دائما أنية خنقوم اسميني اسقو وبنت با إيه بأوي كتاب فرا أني من راتي أنت بئ خريستوس أربرز فابين ريجون أتين شو يصير نفتي أنتي سأتو كسماريا ما بين بين صوتير انت فكاني نو بين انا بالجيف ازمرو اوتن جيف يوتي مبشيري نم بابن ما اس او بتتري ياس جيك بولتن او اشت مستنتي اوناس. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السموات جلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. تنجوش تيفول خايت انتي أناستاسي سنتيني ريف موت من بيون خنتي بيون اسنيو Ευπρόσευ κοιστάθετε ειρήνη πάση και το πνεύμα της ογκάδεν γρήδε
death chanted in the world, so the enemy of the devil you have destroyed by the life and manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة ومجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لنتناول بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. افرحي يا ماريا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدم على الرسم قفوا برعدة ولا شرك انظروا ننصت هيتن برز فيان تيتي سوطو كوسس واب ماريا بشوي سري اموت نانم بكو ايفولن تيت نوبيتن أشتمك بخريستوس نمبك يوتن آغا سوس نمبك ما إس أواب جيك إيك سوتي إمون إلي أسريني سيسي إني سي أوس كريوس مطاب أنتون إمون متاتو ابن افماتو سو انو ايمون تذكر ديا اخو من ابرستو انكي ريو افخرستي سو من تو كريو اكسيو انكزي كي أليس صغار خن أومس مي أكسيون كذيكيون بيت شو ببني بشويس بنوت انت تي مثمي بيت شو خاقة ونيني أوه توين أورو شايني هود ولندهاي سألو كابون دادودي Who have created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein. The Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ.
بينهم يوافقين أول تنجز ولدين فزول الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كيفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة ورئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة إلى شرق زورو أنت هو القيام حولك الشيروبيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير سكوت قائلي نانست الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الآب قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم وتأنس وعلمنا طرق أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب أقنوا من هيروس from the dead on the third day He ascended into the heavens and sat at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense on which he will appear to judge the world in righteousness and give each one according to his deed. According to your mercy, O Lord, and not according to our
our sins. شارتي في مخي بأنخم بكوزموس في مخصوص بستيب أومي أغشين ويكي جنب جيغي تاتشين يوين الثليب ومكاريون ووين رفتان خون إن لاتي شفاي بخن أم اسمي والسماء إليك يا الله باه وسيد كل أحد وشاكر آمين وبركه آمين وقدسه سماه وعطاه لتلاميذ القديسين رسل طارق قائلا خذوا كلوا منها كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين Likewise also the cup after supper he mixed it with wine and water And when he had given thanks, Amen. He blessed it. Amen. He sanctified it. Amen. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد Disciples and saintly apostles saying, Take drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is also true. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامي
وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى سموات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفيه كل حال اسجد لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد ننصت آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا نؤمن يعطى عنا خلاصا وحياة أبدية لكل من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تنعم قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم The precious blood of your Christ, give here in peace with all the earth's bitch who are in here. For most, never, O Lord, I praise our Father, the Archbishop, our Patriarch, Baba, what our Druze, the second. Lord, have mercy. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك نستك المقدسة رعون قاطعك بسلام واذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا ربي أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الآب ضابطا الكون Remember, O Lord, the salvation of this holy place and every place and every monastery of our Orthodox fathers Lord, have mercy ساكنين في بإيمان الله تفضل يا رب يا النار في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
رحاب أصعدها كمقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض وحرصال تكسر ثمار وعدها لزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي لسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطي طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب رحم شفاء للمرضى راحة للموازي ليسون إطلاقا للذين في السبي قبولا للأيتام يا رب رحم مساعدة للأرامل المتضايقون اشبعهم بالخيرات كيريا ليسون الساقطون أقمهم والقيام ثبتهم يا رب رحم الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل إليك اعترافهم كيريا ليسون الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهداء يا رب رحم الذين ها هنا جعلوا متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين قبلنا إليك كريا ليسون انظر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجرات السمائي صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا أوها يا رب رحم اثرين نشفير بيرف مين تيني طواب انطاك اريك تقصيني بشويس انتك ارف مين يثواب تيرو اتعبرناك سجين بيني نينيو تيثو Patriarchis, ni prophetis, ni apostolos, ni refios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologitis, ni me pnevma, ni vene, ni thmitha goke. إن هو ذي تيث وابث من أويتو يمبرثينوس إن سيوني وإن تيث أوتو كوس ثواب تياغي ماريا في ذا سكفي خنومي
Νυμπιαγιος Ιωάννης πι προδρομός ο απτεστής ο εμμαρτύρος. Νυμπιαγιος Στεφάνος πι αρχιδιακονός ο εμι πρώτο μαρτύρος. Νυμπι Θεόρημος εν Ευαγγελιστής Μάρκος πι Αποστόλος εθώ. Nempe patriarchis o aptevíros, nempe ansagdios kouros, nempe agios athanasios pi apostolikos, nempe agios petros ero marti. والقديس يوحنا ذئب الفم والقديس تاودوسيوس والقديس تيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس غريوريوس الناطق بالآيات والقديس غريوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمائة والخمسين بقسطنطينية والمائتين بأفاسوس وابان الصديق العظيم انبا انطونيوس والبار انبا بولا والثلاث انبا مقارات القديسين وجميع اولادهم لباس الصانيب وابان انبا يونس القموس وابان انبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وابان انبا بولا الطموي وحسكال تلميذ وسيد الاوان القديسين الروميين مكسيموس وديوس والتسعة واربعين شهيدا شيوخ شيت والقوي القديس انبا موسى واحنس كامل قس وابان انبا دانيال القموس وابان انبا تيدوروس القس وابان انبا بخوم ابي الشركه وتدرس تلميذه وابان انبا شنود رئيس المتوحدين وانبا ويسا تلميذه وابان انبا صمويل المعترف وابان ابا نفر الساح وابان امبرويس وابان امبا ابراهام اسقف الفيوم الجيزة وابان البابا كيرلس السادس وابان الارشدياكون حبيب جرجس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا. آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب باركنا يا رب.
أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في قرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان وكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور throughout the way into your kingdom that as in this also in all things your great and holy name be glorified, blessed and exalted in everything, honored and blessed with Jesus Christ, your beloved Son and the Holy Spirit. Blessings and peace be with you. And with your spirit. فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا الآن نقف أهلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فليجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية الغير الميتة في الطيور نبكسنو في الطيور انت في خريستوس جبيبا تكرتور بشويس بنوتي آمين آمين بروز وكساستي كيري ليسون إيريني باسي كتوب نغماتي سو The Lamb of God who takes away the sin of the whole world is with us today on this table, who sits on the throne of his glory and before whom stand all the heavenly orders, whom the angels praise with voices of blessings and before whom the archangels fall down and worship the four incorporeal creatures sing the hymns of the Triune, and the 24 priests are seated on their thrones with 24 golden crowns upon their heads and in their hands 24 golden bowls full of incense which are the prayers of the saints. Eleison ya Rabbu Raha. ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين والماء والأربع والأربعون ألفاً البتليون غير الدنيسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين الليلويا ونحن أيضاً
نسجد للثالوث القدوس نسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا قدوس الروح القدس الباراقليت أمين الليلويا أمين الليلويا Holy and full of glory is the Holy Theotokos, Saint Mary the Virgin, Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليلويا من أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا إن جسدي هو مأكل الحق ودمي هو مشرب الحق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بذلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح المسيح صار Simon to Kiriuklinate Bros Homen so metavovo Amen. رب ضعفي أنا أيضا أغفر لي خطايا الكثيرة حتى قطر البيت ولتقصر لك نعمتك من الخطايا خاصة وأنا نسيت قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك قدوس اللهم حرم وحل كل شعبك من كل خطايا كل أنا كل حب من كل منكات من كل مناقص لك وأكلم من أمين سيدنا مخلوق وأنا رب تمام كل أمر دي مضاد نحن أن نستمر كل حين كل اسم نفسه بسيطنا كل سنة المسيح سنة أذكر بسنة بنستمر واحد أحمد كرب بين البابا المعظم لك أدوه سيدنا في الأمر أنطونيوس أذكر شعبك مرضى شعبك فيهم الحزان عزيهم المديونين وفعلهم يا رب المحتاجين العمل ورزقهم المحتاجين الارتباط دبر لهم يا رب في امتحانات يا رب ساعدهم وديهم حكمة وسلام يا رب كنيسة يا رب في مصر وفي كل العالم رب انقذنا يا رب أعدائنا وأحبائنا اللهم ارحمهم يا رب بدد مشورة الأشرار يا رب الذي بدد مشورة اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها اصلحكنا ما روحك ننسب بخوف الله بين كريالايسون 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 القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين جسد
المقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. Precious body and the true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Amen. The body and the blood of Emmanuel, our God, this is true. النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل الأوقات إلى القديسة الطاهرة مريم. جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلمه عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة، يؤمن أن لاهوت المفارق مسوط لحظة واحدة على طرفة عين، يمطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه من أن هذا هو بالحقيقة. آمين. وكل مجد وكل كرامة وكل سبحانه وتعالى. آمين. آمين. هذا هو بالحقيقة. آمين. طبعا عن كل المسيحين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيته الرب سلام. ومحبة يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. قوم وادي
صيفه سابحوا بأوطار وأرغون سابحوا بصنوج الله الذي
هذه الصعيدة الطائرة هو تسبح أشكرنا أمام الله ليغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملائكة أرض المجد لله في الأعلى والسلام عليكم أمن الليل يا لك سابت ريك أيوك أغيون نعماتي كنين كأين كأستوسي أون أستوني أون آمن تن أوشي بولن قوة موشي أوشي سيسوس بخري أستوسي سمونا أول سمونا أفك نايت تكيريني أوين سبتن بخلا أستوتي مونا أونينا Quería la son, quería la son, quería el flog y son a mí, es muero, estima Tania con y evoco en piesmo. Amina se chopi. قدس اسمك وتكتب مشيتك كما في السماء كذلك على الارض فكن عاطينا اليوم وخلنا سلمنا كما يخبر نحن على المسلمين الى ودخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا الان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم فرحانين بوجود ابونا مارك من كنيسه الرئيس الملائكه الجليل ميخائيل بورانج كاونتي متعنا امبارح بوعظه جميله وتمجيد حلو وترنيمه حلوه وصلوه حلوه وعظه حلوه كل حاجه كانت حلوه النهارده كمان فرحنا قوي بصوت المعزي اللي دايما لما يكون صوت ابونا حلو معزي بيحسسنا احنا عايشين في السماء ربنا عوضه عن تعبه ومجيئه الينا و إن شاء الله يبقى لنا لقاءات كثيرة مع أبونا ناخد بركته في نهضات أخرى بكرة إن شاء الله النهاردة بالليل هيكون معانا قدس أبونا جون مايكل من كنيسة القديسة يوستينا برانش كوكامونجا ولوس أنجلوس تبع لوس أنجلوس يعني وأبونا جون كمان طقسي قوي وصوته يعني حلو خالص وحافظ ألحان حلو يعني ما تخرش عن ابونا مارك كده ابونا جون حلو خالص لما هتسمعوا الوعظه بتاعته وصوته تتعزوا خالص هيصلي معانا النهارده بالليل العشيه هو موجود اوريدي في المنطقه وهيصلي معانا العشيه بالليل وهيكون معانا بكره ان شاء الله في القداس برده من 8 ل 10 بكره العشيه تبتدي بدري شويه تبتدي من 7 ل 10 اللي هي عشيه عيد العذر من 7 ل 9 عشان ناخد راحتنا بعد كده في التسبحة الناس عايزة تسهر تعمل التسبحة مش 7:30 يعني بكرة النهاردة 7:30 لكن بكرة عشان ناخد راحتنا في التمجيد والتسبحة بعد كده فيعني ايه هنبتدي بدري ان شاء الله بكرة الساعة 7 لا ده بس عشان ما فيش غير يعني